تيست 9 يا دكاتره اندوميتريال ابتدي احنا بديت طيب تيست 9 اندوميتريال اند سيرفايكال كانسر 1 دي 2 دي 3 سي 3 بيسد اون ذا اي سي او جي الامريكان كوليدج اوف اوبستريكس اند جاينيكولوجي جايد لاينز at what interval an average risk 52 year old woman undergo cervical cancer screening if she had three previous consecutive negative pap smears طبعا حتى لو كانت هي high risk لكن بعد three negative successive results يبقى بتقلب fail screening program لللو risk اللي هي بتبقى كل 3 سنين يعني الهاي ريسك بيبقى كل سنه واللو ريسك هما كل 3 سنين طب لو واحده هاي ريسك انا قاعده بعملها كل سنه كل سنه وبعدين بقى عندي 3 negative successive results يبقى ساعتها بجو فور السكريننج لللو ريسك اللي هي كل 3 سنين اوكي 4 دي 4 42 year old gravida 1 para 1 had a pap smear result high zero سيرفايكال يبقى بعدين بتعمل كولبوسكوبي اند بايوبسي لان طالما هي هايزيل عملت فعلا البايوبسي وطلعت ان هي سي اي ان 3 موست ابروبريت مانجمنت ايه هي 42 ييرز اولد بس بارا 1 فبالتالي هنعمل لها ايه سي اي ان 3 التريتمنت بتاعنا يا اما كولونايزيشن يا اما توتال هيستريكتومي ديبندنج على هي عايزه تبريزرف فيرتيليتي ولا لا فهي عندها بيبي واحد بس فبالتالي وي ويل جو فور كولونايزيشن يعني مش كده ولا ايه ايوه يعني ما تخلفش يعني منوبوزل يعني ولا ايه منوبوزل ولا ايه ايوه عندها فراوان يعني مش فاهمه يعني ايه عندها فراوان يعني احمد ربنا مش فاهمه دكاتره طالما فراوان ومش منوبوزل يعني لو كانت 52 سنه وفراوان كنا عملنا هيستريكتومي لكن 42 سنه وفراوان ما ممكن تبقى فرا 2 عن 43 سنه يعني لا طالما ان هي مش منوبوزل يا دكاتره عندها فراوان يبقى العينة اللي بتحدد على فكرة الفيرتيليتي طبعا بتاعتها هي عايزة ايه بس طالما قال لي بارا 1 يبقى بارا 1 يعني هتبقى عايزة عيل تاني مش كده ولا ايه طيب 5 دي 6 بي 6 الهيستريكتومي اسمها اكسترا فيش يعني الهيستريكتومي اللي احنا بنعملها دي كويس اسمها اكسترا الهيستريكتومي البلدي بتاعتنا اسمها اكسترا فيش طيب what is the most appropriate surgical procedure for a fit woman who has completed her childbirth أي اللي بقى ان هي completed her family stage 1A squamous cell carcinoma of the cervix كويس يبقى هعملها ايه هل cold nyconization طبعا لا hysterectomy بعملها extrafacial hysterectomy radical لا مش محتاجة radical radical اللي هو البرتايم من اول stage 1B او 2A لكن 1A دي بنعمل لها total abdominal hysterectomy عايز pelvic excentration ما هو ده السيفتي مارجن لان هو 1A يعني معناها مايكرو انفيجن يعني الانفيجن قليل قوي في السيرفس فالسيفتي مارجن بتاعك انك شلت كل السيرفس خلاص فهو ده السيفتي مارجن بتاعنا ان احنا شلنا السيرفكس كله فبالتالي هو ده السيفتي مارجن فكده هتعمل اكسترا فيشن بلفيك اكسنتريشن او اكستندد بلفيك اكسنتريشن ده كده يعني شلنا كل حاجه مش بس اليوترس وكده وشلنا كمان انتيرير يورينري بلادر وكده وبوستيرير وعملنا يوريتاريك دايفرجن وشلنا ورا كمان اللي هو الركتم وكده وعملنا كولوستومي طبعا ما بقاش حد بيعمل البلفيك اكسنتريشن ولا انتيرير اكسنتريشن اللي هو نشيل الانتيرير كومبارتمنت ولا بوستيرير اكسنتريشن اللي هو نشيل البوستيرير كومبارتمنت ولا توتال بلفيك اكسنتريشن لان الموربيديتي عاليه جدا جدا فنجو فور طبعا راديو ثيرابي هو 5 5 a woman has a 6 سنتيمتر سكويمس كارسينوما اوف ذا سيرفكس بوزيتيف انترنال ليمف نودز طبعا طالما ليمف نودز يبقى انا بتكلم في 3 بالظبط كده and hydro necrosis كويس found on MRI hydro necrosis يبقى parametrium infiltration يبقى احنا بنتكلم ب 3B و lymph nodes usually 3C الفيجو staging بتاعها هو مش كاتب لي 3C هو مش كاتبها فللاسف هتضطر تختار ال 3B اوكي لكن مش نرجع ل 4 لان 4 دي ليها دفنت حاجه لازم تبقى موجوده كده ما فيهوش سي طب خلاص لان هو الفيجو الجديده هي اللي فيها سي اوكي فزي بالظبط عندك في الاندوميتريال فيها سي يعني هو الاندوميتريال متظبطه لكن السيرج ماشي طيب ال 7 بي 7 موست ابروبريت تريتمنت فور 30 يير اولد جرافيد 1 بارا 1 يعني هي جرافيد 1 بارا 1 وعندها 30 سنه
وعندها stage 1A adenocarcinoma of the cervix and desires fertility. حاملها تراكيلكتومي، ما بنعملش تراكيلكتومي خلاص، لان تراكيلكتومي دي ما بتخلي فيه bleeding كتير و she will not get pregnant physiologically، فبالتالي ما بقاش فيه التراكيلكتومي اللي هو cervixectomy. تراكيلكتومي يعني cervixectomy، فهو يا اما بتعمل total hysterectomy يا اما بتسيبها كده. Cold knife colonization, extrafacial hysterectomy and later gestational surrogacy. لا ما بنعرضش احنا surrogacy وكلام من radical hysterectomy, extended irradiation. طيب هي هو عشان احنا فعلا اللي بنعمله كده عشان 30 year adenocarcinoma، انا فاهمه، لان الادينوكارسينوما زي البروجنوز بتاعها زي الاندوميتريال كارسينوما very slowly growing، فعشان كده ممكن انك انت تعملها كونايزيشن وهي تحمل بسرعه ونكمل، على عكس الاكسترنال اللي هي من الاكتو سيرفيكس هي اللي حتى لو كانت عندها ستيج 1 اي كنت هتعملها هيستركتومي. بس احنا مش مفرقين قوي، فخلاص شيل السؤال ده، شيل السؤال ده مش مهم لانه مش موجود في الكتاب عندكم هذه التفرقه يعني. خلاص ما هو كاتب لك استراكتومي، هو ما هو بيقول لك اكسترا فيشال استراكت، هي بقيتها هي اللي غلط عشان ليتر اون دي انك انت اقول لها روحي بقى اعملي سيروجاسي، ما ينفعش. لكن افرض كانت اكسترا فيشال استراكتومي فقط، فاهم ازاي؟ هي دي اللي كانت ممكن انها تلخبطكم يعني. لو انت بتعمل المعادله او كده هتختار كونايزيشن، لكن لو انت بتعمل عندنا مش هيبقى انت عارف الاجابه بتاعتك لانه مش موضح عندنا الكتاب، فشيلوا السؤال، شيلوا السؤال. لا راديشن ده معناه انك انت شلتي الاوفيريا ريزرف، مفيش واحده عايزه تبريزرف فيرتيليتي ونعملها راديشن، لان الايراديشن ده بيدمر الاوفيريا ريزرف بتاعها. طيب 8 بي 9 بي 10 اي 11 بي 11 The following genetic syndrome is associated with cancer endometrial carcinoma. Asherman ده لا طبعا Asherman ده احنا شلنا الاندوميتريوم ده هيقلل الريسك مش هيزود الريسك. Lynch syndrome اللي هي hereditary non-polyposis colorectal cancer ده Lynch type B هو ده related فخليها معانا ماشي. Hereditary breast ovarian cancer لا ده البراكا جين ده related للبريست اند اوفري فقط. في حد شهير قوي كان عندها دي بوزيتيف وراحت عامله بروفيلاكتيك ماستكتومي بروفيلاكتيك نفريكتومي حتى ساعات بيقولوا عليه انجيلينا جولي سيندروم. طيب وبعدين شيهان سيندروم طبعا ما لهاش اي علاقه ولا بسبب لا فهو لينش تايب 2 ماشي لينش سيندروم تايب 2. طيب 12 اي 13 اي 14 بي 14 60 year old woman undergoes total okay. 15 B 15 60 year old برضو with grade 1 stage 1 endometrial carcinoma كويس يعني stage 1 اللي هي اقل من 50% of the myometrium وكمان لازم 5% malignant cells موجودة. BMI بتاعها 45 يعني morbidly obese يعني uncontrolled diabetes uncontrolled diabetes myocardial infarction in the past 3 months she had undergone stenting of the coronary and on Plavix. طبعا وجود Plavix في الموضوع اللي هو long acting anticoagulant الست دي هتنزف لو انا قربت منها يعني لو حتى عملت لها اي حاجه اي procedure طبعا severe bleeding فهي surgically extremely high risk surgery extremely high risk من morbidly obese وكده. بس morbidly obese و uncontrolled diabetes حتى لو cardiac يعني ها ممكن اعملها طب endometrial ablation مثلا برغم ان الابليشن is not a treatment for endometrial cancer بس كونها بقى ماشيه على Plavix حتى الابليشن مش هقدر اعمله لانه ده هيخليها تبليد intraoperatively severe فمش هقدر اعملها اي نوع من السيرج. طب يبقى هعملها التاموكسيفين بالعكس ده هيزود الاندوميتريال هايبوبليزيا والاندوميتريال كارسينوما لانه استروجينك على اليوترس هو انتي استروجين على البريست بس استروجينك على اليوترس فما ينفعش. بروجستيرون معانا اضعف الايمان لانه هيأوبوز الاستروجين لان انا لازم اديلها ميديكال مش هينفع ان انا اقرب منها سيرجيكال. فاجينا هيستركتومي اكيد لا لاباروسكوبيك توتال ابدومينال برده لا كومبايند اتش ار تي لا انت مش عايز تديها اي استروجين انت عايز تدي البروجستيرون اونلي عشان يكمبيت الهايبر استروجينيك ايفكت بتاعه الاندوميتريال هايبوبليزيا فبالتالي انا ما عنديش غير بروجستيرون اللي اقدر اديها او مايرينا يعني يأوبوز. ما هو انت ما انت عندك ديو تو ايه ده هايبر استروجينيك ستيت وطبعا هي عندها مستمر استروجين لوجود البي ام اي ال 45 ده عندها استروجين عندها استروجين فعشان يكمبيت الهايبر استروجينيك ايفكت عشان تبريفنتي مور بروليفريشن للسيلز اوكي. راديو ثيرابي ينفع طب لو كان عندنا راديو ثيرابي موجود كنا طبعا اخترنا الراديو ثيرابي. هو هيعالج الكانسر هو هيأوبوز الاستروجين
فبالتالي ما يحصل لكيش بروجريشن للكانسر يا فندم. اه يعني عشان ما يحصلش بروجريشن لان هي عندها استروجين من البي ام اي 45 ده. طبعا لو خست هي بقى احسن عشان ما يبقاش فيه سورس اوف استروجين، بس على الاقل يضاد الاستروجين اللي موجود عندها عشان ما يحصلش مور بروليفريشن. طيب 14. طب هنقول 14 ونقف عند هنا. لا ده مش بالياتيف. بالياتيف يعني ايه؟ يعني لو عندها بين انا بقلل البين، صح؟ هل ده بالياتيف؟ لا، ده برضو كوزيتيف تريتمنت، يعني بيكمبيت الايتيولوجي بتاعنا اللي هو الهايبر استروجينيك ستيت. يعني هو هيبريفنت فيردر يعني جروث للكانسر. هل ممكن ان هو الهايبر بليزيا او الاكسسيف ادينوكارسينوما دي تيتر تريجراس ولا لا؟ يعني ممكن، بس مش هو ده الايم بتاعك. انت الايم عشان نوت بروجريشن. طب لو حصل ريجريشن، ممكن يحصل ريجريشن بدليل ان الهايبر بليزيا لما بتديها بروجستيرون بيحصل لها ريجريشن. اوكي، وهنا هو بيقول لي جريد 1 يعني اقل من 5% مالجن ديفرنشيتد عند ديفرنشيتد سيلز. طيب نقول 14 وننطلق. 14 60 year old woman undergoes total abdominal hysterectomy and bilateral salpingectomy bilateral pelvic and lymph node dissection. يعني شلنا كل حاجه. الصوت بس يا دكاتره عشان نقول السؤال ده وننطلق. 60 year old undergoes total abdominal hysterectomy bilateral salpingectomy bilateral pelvic and paraaortic lymph node dissection. يعني شلنا لان احنا بنعمل surgical staging، فعملناها hysterectomy pan hysterectomy، كمان عملنا sampling لل lymph nodes. الباثولوجي بقى قال لي ايه؟ لان انا عندي سيرجيكال ستيجنج، الباثولوجي قال لي انها جريد 2 اندوميليا كارسينوما مور ذان 50% اوف ذا مايتريوم از انفيدد. يبقى كده ستيج 1 بي وجريد 2. اول ذا اذر باثولوجيز بنال، يعني الليمف نودز اللي انا شلتها كانت نيجاتيف ما فيهاش كانسر سيلز، فبالتالي يبقى انا ستيج 1 بي. واضح كده؟ يبقى احنا قلنا 15 وقفنا عند 15. نكمل المره الجايه. 15 قلنا 15 صح؟ طيب نكمل. احمد اكمل. نكمل تيست 9 اندوميتريا اند سيرفايكال كانسر. 16 دي، 17 دي، 18 اي، 19 بي، 20 اي، 21 سي، 21 باب سمير ان 34 يير اولد وومن هو از 16 ويكس بريجننت اند شوز ميتابلاستيك تشينجز. ميتابلاستيك تشينجز، ميتابلاستيك يعني ابنورماليتي، ما قاليش اتيبيكال سيلز، ما قاليش اتيبيكال سيلز. فيوجوالي ديورينج بريجننسي ديو تو هرمونال تشينجز بيبقى عندنا ميتابليزيا. ميتابليزيا لان نتيجه للاستروجين العالي، فطبعا عادي ان يبقى في ميتابليزيا. فهل هعملها كولبوسكوبي ولا كولبوسكوبي بايوبسي ولا ريبيت باب سمير افتر بيربوريوم ولا تيرمينيشن بريجننسي ولا كونايزيشن؟ هو ده نورمال فاريانت ديورينج بريجننسي. لو كان قال لي مثلا اتيبيكال سيلز او هايزيل او لايزيل، يعني كنت هحتاج ان انا اعمل لها مانجمنت during pregnancy. يعني لو لايزيل كنت حد لها مثلا medication antibiotics during pregnancy عادي تنفع during pregnancy. طب هايزيل كان ممكن ان انا اخد برضو بايوبسي while she is pregnant عادي، مش هيسقطها لان انا مش بعمل dilatation للسيرف. طلع طبعا squamous cell carcinoma وهي 16 اسبوع before viability، يبقى هعمل لها termination of pregnancy واديلها بقى يا radio يا surgery per time whatever. لكن طالما ان هي metaplastic cells فهو العادي under the effect of hormones العالية يبقى فيه ميتابليزيا، فالمفروض ان انا حتى ما اعملهاش اصلا باب سمير ديورينج بريجننسي الا لو كانت هي هاي ريسك مثلا وجايه لي بكونتاكت بليدنج او كده. لكن العادي ان انا الاقي فيه ميتابليزيا بستنى لحد بعد البيبوريوم، بعد ما كل الهرمونز دي ترجع لوضعها الطبيعي، واقعد لها بقى الباب سمير اشوف لسه فيها حاجه ولا لا. اتيبيكال قال لك اتيبيكال ولا ميتابليزيا؟ ميتابليزيا دي يعني اي تشينج، حتى لو انت ريجينريشن هيبقى اسمه ميتابليزيا. بعد الفايبلتي هتعملها بقى ترمينيشن، تدي بري ترم للاطفال جايز، هتدي ستيرويد. في جميع الاحوال ترمينيشن، بس هل الاندكشن بابورشن ولا اندكشن اوف ليبر على حسب الايدج اوف فايبلتي بتاعها. 23 دي، 24 اي، 25 بي، 24. The least common presentation outcome of cervical HPV infection هيبقى ايه؟ يعني اقل حاجه ممكن ال HPV infection يبروسيد تو مالجنسي، يعني برغم ان احنا ايه ده عمالين نقوله كل شويه وبتاع وكده، عشان ده most serious outcome وليس the most common outcome. لكن ال common outcome بتاع ال HPV infection بيبقى warts condyloma اللي هي condyloma accumulata، خلاص اللي هو ال warts خلاص. فهو ده ال common sequelae بتاع ال HPV infection.
لكن الموست سيريس سيكوال بتاعه هو انها يبقى اونكوجينيك او تقلب مالجنسي. طب ليه بنفوكس عليه قوي كده؟ عشان هو ده الموست سيريس. زي ما بنتكلم في بوست منوبوزال بليدنج شود بي كونسيدر مالجنت انتي بروفيدازورايد، مش عشان ده موست كومن، عشان الموست سيريس. نفس القصه برده بالنسبه للاتش بي في، فهو الموست كومن ان هو يعمل لك وورتس او ممكن يبقى اسيمتوماتيك كمان، لكن الموست سيريس ان هو يعمل لك مالجنسي. 25 بي، 26 دي، 27 بي، 28 دي، 29 سي، 30 دي، 58 year old complaints of postmenopausal bleeding. The most essential investigation بتاعتها ايه؟ colposcopy, pap smear, cone biopsy, DNC and hysteroscopy. حتى ما جابلكش الالترا ساوند عشان هو ده اللي كان هيبقى يعني هيدستراكتني هو الالترا ساوند، لان عايز اعمل لها الترا ساوند عشان اكاتيجورايز. لكن طبعا الدياجنوستيك هو الكراتج. طب هختار الترا ساوند ولا كراتج؟ هو ما جابلكش غير الكراتج اساسا، فيبقى بالتالي هو كراتج. لا هو ما اسينشال يعني جولد ستاندرد او دياجنوستيك، هو كلمه اسينشال يعني اللي هي الدياجنوستيك او الجولد ستاندرد. فهو لو قالك جولد ستاندرد اسينشال حتى لو كان حاطط لك معاها التي دي اس هتختار، لان الجولد ستاندرد او الكونفيرماتوري هو الكراتج. 31 دي، 31 فيت 72 يير اولد وومن هاز ان ام ار اي افتر اندوميتريال بايوبسي شوز اندوميتريال ادينوكارسينوما ستيج 2. يور مانجمنت هيبقى ايه؟ ستيج 2 اندوميتريال كارسينوما يعني انفولفينج ايه؟ السيرفيكس. يعني بنعمل لها ايه؟ ايه التريتمنت؟ راديكال اوفر تايم اوبريشن. وهو قال لي اوريدي ان هي صحيح 72 سنه بس كاتب لي ان هي فيت، فهعمل لها كاربوبلاتين بيس كيمو. هو اساسا الاندوميتريا ما مش كيمو. تقول عبد الله هيستريكتون بالاتر سابينج اوفريكتون ده لو ستيج 1، لكن ستيج 2 لازم تبقى اوفر تايم. اكسترن بيم راديو ثيرابي دي لو كانت هي انفيت فور سيرجري، بس هو قال لي ان هي فيت فور سيرجري. راديكال هيستريكتومي ده اللي انا بدور عليه. براكي ثيرابي ده نوع من الراديو ثيرابي انترنال يعني برده لو كانت انفيت، لكن طالما ان هي فيت فور سيرجري يبقى بنجو فور راديكال هيستريكتومي. اوكي طب حد عايز حاجه بس من 31؟ ايوه ما هي ما هو نشيل كل ما انت هتعملي راديكال هيستريكتومي. ما هو الراديكال هيستريكتومي ده ما سبتيش حاجه خالص، مش كده ولا ايه؟ طيب لو هو يبقى كده السؤال 31 حد عايز منه حاجه؟ طيب الادينوكارسينوما الادينوكارسينوما اللي هي اندوسيرفايك بتاعت السيرفكس مش بتاعت الاندوميتري. بتاعت السيرفكس راديو ريزيستنت، عشان كده انت بتعملي لها سيرجري يعني بتجو فور سيرجري. ومش الاثنين بيبقوا ذا سيم تريتمنت، يعني مكتوب لكم في الكتاب برضو ان هو بتدي ذا سيم بروجنوزس حتى لو ستيج 1 او ستيج 2 عملتي راديو او عملتي سيرجري. ده بالنسبه للي هي سكوين سيل كارسينوما الاكتوسيرج، لكن مش بالنسبه للادنوكارسينوما لان السيرجري احسن من الراديو. بس بتضطري انك انت اصل هتعملي لها ايه؟ ما هي مش كيموثيرابي، فاهمه ازاي؟ هتبقي عارفه بس ان البروجنوز بتاعها مش هيبقى كويس. اوكي في حد عايز حاجه من 31؟ 30 لو 30 بيقول لنا the initial investigation او next step هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى TVS. يعني لو قال لي ومديني طبعا TVS، ما انا مش هختار distractor مش موجود عندي، ما انت لازم تجاوب، ما فيش سؤال بتسيبه فاضي يعني. فبالتالي لو قالك initial او قالك next step او كده يبقى بنعمل لهم TVS. لا اصل انت المهم عندك البيوبس مش الهستروسكوبي. يعني البيوبس الهستروسكوبي ما انت ممكن تخشي ومش لاقيه بوليب معينه، لاقيه بوليبويدل كده اندوميتريوم، ايوه هتعملي ايه؟ بصيتي وخلاص؟ لا انيشال ما بتبقاش، لان ده انفيزيف. طب انفيزيف على ان انت بصيتي بس؟ لا لازم يبقى هيستروسكوبيك اللي دايركتد بايوبسي. طيب 32 48 year old complains of abnormal uterine bleeding. Spectral examination reveals suspicious cervix that bleeds untouched. Most appropriate initial investigation. دي محتاجه لها طبعا اخد لها باب سمير، سيرفايكال بايوبسي، لاتس هيستروسكوبي، كولبوسكوبي، هيستريكتومي، ولا واحده ايام. انا عايزه اخد منها باب سمير عشان اقدر ادياجنوز. ده هو ما قاليش الباب سمير، قال لي اللي بعدها اللي هو سيرفايكال بايوبسي. فسيرفايكال بايوبسي كده خليها معانا. لاتس اللي هي لونج لوب اكسجن اوف ذا ترانسفورميشن زون هي نفسها الليب، ده تريتمنت، ده مانجمنت. يبقى لازم اكون انا ادياجنوز غير عشان اعمل المانجمنت. يعني طلعت لي ان هي مثلا سي اي ان 2 او كده، فبالتالي عملت مانجمنت، فما ينفعش اعمل لها مانجمنت قبل ما اعرف السسبيشس سيرفكس ده عباره عن ايه. لازم ادياجنوز السسبيشس سيرفكس الاول. طب هيستروسكوبي انا عندي المشكله بره، اعمل لها يعني اندوميتري اشوف اليوتراين كافيتي عامل بيه ايه،
كولبوسكوبي. اكبر اذا كان هو اوريدي باين، انا بكبر لو انا مش شايفه ليجن. ما هو كولبوس ما قاليش كولبوسكوبي اند بايوبسي، هو بيقول لي كولبوسكوبي. ايوه تكبري ايه، ما هو بيقول لك سسبيشس، هو انت شايفه بالنيكد اي تكبر ليه؟ هيستريكتومي ازاي عملها هيستريكتومي عمياني كده من غير ما ابقى عارفه الدياجنوز؟ مش يمكن سسبيشس سيرفيكس ده يطلع انفلاماتوري مثلا، لا يطلع ستيج مثلا حاجه متقدمه اللي هي ما ينفعش تعملها هيستريكتومي. فديفينتلي انت محتاج دياجنوزز الاول. الدياجنوز ده بيبقى بالباب سمير او بيبقى طبعا كاسكرينج وكونفيرمد باي سيرفايكال بايوبسي. ما جابلكش الباب سمير فهتاخد البايوبسي، زي بالظبط فكره ما جابلكش التي بي اس فهتاخد الاندوميتريال بايوبسي. لا الكولبوسكوبي حاجه والباب سمير حاجه والبايوبسي حاجه. الكولبوسكوبي يعني مايكروسكوب كده زي اللي احنا شفناه ده عشان يكبر لك السيرفكس، فبالتالي لو ما كنتش انت شايف ليجن تشوف الليجن فتقدر تاخد منها بايوبسي. هو ده الكولبوسكوبي. يعني لو عملت الكولبوسكوبي يبقى هاخد بايوبسي مش هاخد باب سمير؟ لازم يقول لك كولبوسكوبي ان بايوبسي، لكن مش بتعمل كولبوسكوبي عشان تاخد باب سمير. ما انت باب سمير مش بتاخدها من حته معينه، انت بتاخدها من كل السيرفكس فمش محتاج تكبر حاجه. لكن الكولبوسكوبي بتعمله عشان تاخد بايوبسي منين؟ عشان ما تشيلش السيرفكس كله. ما انت لازم تعملي دايجنوزس، ما انت بايوبسي وبعدين بتعملي دايثيرمي للبليدنج بوينتس الموجوده، بس يو هاف تو دايجنوز العيان عشان نعرف بس هي عباره عن ايه، يعني سي اي ان ولا 1 ولا 2 ولا 3 لان كل واحده ليها مانجمنت، ولا انفيزيف كانسر ولا اساسا انفلاماتوري سمير. ما هي ممكن تبقى كونتاكت بليدنج من انفلاميشن بس، فلازم دايجنوز. اوكي 33 سي 33 55 يير اول وومن هاد ان الترا ساوند فور ابدومينال بلوتينج showing endometrial thickness 15 ملي، يبقى 55 سنة وعملت ألترا ساوند عشان عندها انتفاخ وطلع endometrial thickness بتاعها 15 ملي. طبعا ده abnormal لأنها 55 سنة. She has previously used tamoxifen for breast cancer. ده كمان واحد من predisposing factor للendometrial carcinoma. already كمان الثيكنس تخين فمحتاجة ان انا اعمل لها ايه؟ بايوبسي. مش كده ولا ايه؟ هاي دوز اورال بروجستاجين؟ لا لا لازم اخد بايوبسي عشان اعرف هو ال 15 ده عبارة عن ايه. Do nothing as she did not have any bleeding. لا حتى لو هي مش ما عندهاش bleeding والendometrial thickness تخين برضو بتاخد منها biopsy. Hysteroscopy and endometrial biopsy. طبعا هي دي اللي احنا عايزين. Myrina. لا Myrina ده I diagnose her as having hyperplasia مثلا مش carcinoma، وقررت ان انا اعمل لها Myrina لان هي unfit for، يعني قصة تانية يعني ده treatment يعني مش diagnosis. MRI ما الاول اخد biopsy لان لو طلعت ان هي hyperplastic بس ولا محتاجة MRI ولا يعني مش شكة في invasion يعني. فبالتالي الاول البايوبسي وبعدين اكوردنج تو الريزلتس بتاعه البايوبسي بابروسيد. هي الاندوميتريال بايوبسي هي نفسها فراكشنال كراتج، يعني الاثنين ولا حاجه واحده. كلمه اندوميتريال بايوبسي هي نفسها الفراكشنال كراتج. ما هو فراكشنال كراتج يعني خدتي كراتج برده بس فراكشنيتد، اندو سيرفكس لوحده واندوميتريوم لوحده. 34 سي 35 اي 36 دي 37 سي 37 50 year old para 1 plus 0 يعني ولدت مره وما سقطتش. present with irregular vaginal bleeding endometrial keratitis revealed complex endometrial hyperplasia with atypia guys. يعني هي ده اللي هو pre malignant lesion benign بس pre malignant. والانسستر malignant فيه قد ايه دكاتره؟ 30%. طيب تحبوا تعملوا لها ايه؟ هل just follow up ولا just lesions for 6 months duration ولا hysterectomy ولا pelvic irradiation ولا endometrial ablation؟ hysterectomy هو ده definitive treatment. الا بقى لو قال لي في سؤال unfit for surgery she desires fertility يعني يتكلم قال اي حاجه. لكن هو بيقول لي واحده عندها 50 years old para، ما هي para 1 ايوه بس 50 سنه يعني ما هو 40 سنه para 1 ماشي هتعوز عيال وممكن تجيب عيال، لكن 50 سنه para 1 ما هو معايا مش هينفع تجيب عيال برده. ما فين ما فيش ovarian reserve 50 سنه. فبالتالي هو ده ان احنا بنبص على الايدج اوف بيشنت والديزاير فور فيرتيلتي والاثنين يتحطوا مع بعض. ما ممكن تبقى 50 سنه وعايزه عيال بس مش هينفع، لكن 40 سنه وعايزه عيال ده ممكن ينفع. فاحنا بنشوف الايدج اوف ذا بيشنت ديزاير اوف فيرتيلتي والتايب اوف الاندوميتريال هايبربلازيا ده. فهي 50 سنه كويس حتى لو ديزايرنج فيرتيلتي بس 50 سنه والاندوميتريال بايوبسي بتاعتها هايبربلازيا كومبلكس ويز اتيبيا اللي هو هاي انسنس تيرن مالجننت. طالما ان هي فيت فور سيرجري يبقى بنجو فور توتال ابدومينال هيستريكتومي يبقى لاترال سالبنجوف. اوكي يا دكاتره. لو سنها صغير ماشي لان في بوسيبيليتي ما انت عندك اوبشنز خلاص عندك اوبشن. الجاستاجنز ده موجوده بالرغم ان هو البري مالجنت يعني المالجنت ترانسفورميشن فيها عالي بس ستيل بناين. فبالتالي لو هي 40 سنه نفس العينه دي 40 سنه كنت هديها جاستاجنز وفولو اب معاها، لكن العينه دي عشان 50 سنه يبقى هنعملها هيستريكتومي. نفس العينه بالاتيبيا
نفس العينه بالاتيبيا لان هي بريمالجنان برضو. اه صحيح 30 سنه الانسنس بس هي بريمالي. ما هو بصوا جاستاجنز مده 6 شهور يعني ايه؟ هل عمياني كده بسيب العيانه ولا بنعمل ايه؟ يعني ايه فولو اب بقى؟ اه لو جالها بليد خلال الست شهور بالرغم ان هي واخده جاستاجن او جاستاجن ده المفروض يعملها امينوريه، لكن لو برضو نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت وجالها بليدنج يعني نوت ريسبوندنج هترجعي، بس ساعتها اقول لها مش هنقدر نكمل ميديكال تريتمنت هنضطر سيرج. او بتجيلي ان انا برضو بقيس الاندوميتريال ثيكنس لقيته برضو بيتخن بالرغم ان انا بديها جاستاجن المفروض يعمل لها اتروفي الاندوميتريال، الاندوميتريال مش بياتروفي الاندوميتريال برضو عمال يبروليفريت، فساعتها شي از نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت. لكن لو خلال الست شهور دول كانت ريسبوندنج تو ميديكال تريتمنت ولا عندها بليدنج والاندوميتريال رفع خلاص يبقى كده شي ريسبوندد للميديكال تريتمنت، روحي احملي وبعد الولاده طبعا فتره الحمل والولاده دول هبقى انا مطمنه لانها عندها بروجستيرون، بعد بقى الولاده نري اساس ثاني الاندوميتريال بتاعها اخباره ايه. واضح يا دكاتره؟ 38 دي 39 سي 39 the following is the value of colposcopy magnify 1 ل 4 times لا ده بيماجنيفاي 20 to 25 times see the entire transition zone او transformation zone all patient. هو ده اللي احنا عايزينه بس مش يعني مش دايما بيحصل انك انت بتشوف transformation zone all patient، حتى ساعتها ممكن يقولك satisfactory ولا unsatisfactory colposcopy. Choose the most suspicious area on the cervical portion for biopsy. يعني ده value بتاعه هو ده لأنه هو بيكبر لك فبتشوف the most suspicious فدي خليها معانا. Treat invasive cancer with biopsy. لا يعني treat invasive cancer with biopsy. لا ما invasive cancer مش بيبقى treated by colposcopy. ده هو already بيبقى فيه lesion واضحة. All of the above. لا لأنه ما في حاجات غلط فبالتالي choose the most suspicious area for on the cervical portion for biopsy. Okay. 40 A. 41 دي 42 اي 43 دي 42 regarding colposcopy it should be done to all patient with a normal pap smear. بالعكس ده للابنورمال، امال النورمال with abnormal pap smear وكمان مش all patient لو كانت هايزيل، لكن اللايزيل انت مش محتاج تعمل، لكن طبعا نورمال ما بنعملش خالص. It's required for staging of cancer cervix. لا طبعا الستيجنج ده حاجه ليجن باينه فانت بتعمل حاجات ثانيه عشان الستيجنج لكن مش الكولبوسكوبي. It can detect mitotic activities which correlate to prognosis. لا ده لازم ده ناخد بايوبسي وتحت الميكروسكوب يشوفوا الميتوتيك فيجرز بتاعتها. It can exclude uterine involvement خالص، انت الكولبوسكوبي ده بيوريك الفاجينا والسيرفكس لكن مش بيوريك الاندوميتريال كافيتي خالص. Acid white areas are suspicious for malignancy. اه لان احنا لما بنعمل painting by acetic acid بناخد الابنورمال areas هي اللي بتبقى acid white، ولو احنا عاملين painting by Schiller iodine النورمال هو اللي بيبقى براون لكن الابنورمال ما بياخدش لون. فده ريكو بتعملها لما فوق يبقى مثلا هايزين ومش شايف لازم الاثنين يكونوا موجودين صح؟ انا مش شايف اصل انت يوجوالي لو لقيت ليجن قدامك بتعمل باب سمير طلعت يعني انت شايف ليجن او مش شايف ليجن، هي جايلك بكونتاكت بلينج لقيت السيرفيكس كلير سسبشن هتعمل باب سمير. لو طلع لك نورمال او لايزيل خلاص انت مش يعني لو طلع لك هايزيل اه هو اللي هتكمل عشان عشان تاخد بايوبسي دايركت بايوبسي. لكن لو انت شايف البايوبسي يعني شايف السسبشن ليجن وهو طلع لك هايزيل انت ممكن ما تحتاجش كولبوسكوبي تاخد بقى من السسبشن على طول لان انت اوريدي دايجنوز السسبشن دي از بينج هايزيل. ومش شايف ليش بالظبط كده. لكن لو هايزيل او سكويمس حتى كارسينوم وانت شايف الليجن طب خده على طول انت هو الفاليو بتاع الكولبوسكوبي انه يكبر لك فيكبر لك عشان تعرف تاخد انت البايوبسي. هتاخد بانش بقى لو ايه لو شايف الليجن لو شايف الليجن وقادر تعمل اكسجنال بايوبسي يعني شايف الليجن بتاخد منها البانش ده بنعمله لو احنا حتى يعني لقينا هايزيل وعملنا كولبوسكوبي ومش شايفين ليجن معين يعني مش شايف ليجن خالص وبالرغم منك عامل كولبوسكوبي وشفت وعملت بينتنج واسيتو وايت والكلام ده لكن مش شايف اي ليجن واضحه فبالتالي بتاخد بقى هاب هازارد. هو البانش ده هاب هازارد تاخد بانش بايوبسي وبيبقى فور كوادرنت بايوبسي. معايا يا دكاتره؟ 3 لو هي جوه قوي فانت مش شايفاها ما انت الترانسفورميشن زون دي بتبقى الجانكشن ما بين الاكتو سيرفيس والاندو سيرفيس. لو هي بقت جوه ناحيه الاندو سيرفايكال كانال فبالتالي بايكولبوسكوب مع الكولبوسكوب ده مايكروسكوب للحته اللي بره واخرك يا دوب جانكشن كده في البدايه لكن لو هي جوه اكتر انت ممكن ما تشوفيش الترانسفورميشن زون. اه على حسب الايج بتاعها وعلى حسب الهرمونز بتاعتها بتاخد او سي بيز ما بتاخدش طبعا فاني.
43 دي 44 دي 45 اي مش فاهمه يعني ايه بلادر تبع بلادر تبع البلس انتوا عايزين نقرا السؤال ولا ده سؤال ملوش علاقه بالسؤال ايوه يعني سؤالك ده ريليتد للسؤال ده ولا مش ريليتد يبقى نقرا السؤال according to Figo staging stage 3 endometrial carcinoma is characterized by more than half my metro invasion لا ده stage 1b tumor is involving cervical stroma ده stage 2 tumor involving the bladder ده stage 3 يا اما 3a يا اما 4a depending على الميكوزا ولا السيروزا tumor involving للباول ميكوزا ده 4a local and or regional spread خلاص يبقى ده يعني more accurate عن bladder involvement لان bladder هنا ولا عارفه سيروزا ولا ميكوزا لكن هنا وضح لي ان هو يعني local and regional spread okay. 46 a 47 d 47 regarding cervical cancer which is a true statement HPV 6-11 are risk for cancer, like those risk for infection, اللي هي الكوندايلوما, الورتس. The new vaccine can prevent invasive cancer but not CIN. لا طب ده هو كل pre-malignant lesions وكل حاجة. As soon as a new vaccination is introduced, cervical screening program can cease. لا يعني حتى بعد ما يبقوا vaccinated برضو لازم نكمل على screening program. HPV 16 and 18 account for most of the cervical cancer. هو 16 and 18 حتى لما كتبنا قلنا أني سيروتايب 16 and 18. 6 and 11 ده related للإنفكشن لكن 16 and 18 are related to oncology. HPV is an oncogenic virus for squamous cell but not adenocarcinoma for the cervix. هي دي برضو صح يعني هي دي برضو صح ماشي يعني بس انتو ما خدتوهاش قوي فيعني هي دي اللي ملخبطاكم في السؤال طيب بس هو المور اكيوريت يعني اللي هي مور اكيوريت هتختاري اللي هو HPV 16 and 18 اوكي لازم تكملي لان مش هو ده بس البريديسبوزينج فاكتور في فاكتورز اخرى خلاص فانت اديت لها فاكسين فهي مش هيجي لها نتيجه للفاكسين اللي هو ذا موست كومن بريديسبوزينج فاكتور طبعا بس ممكن المالتي باريتي والاريتيشن واللوسوش ايكونوميك والمالتي سيكشوال بارتنرز حتى لو مش نتيجه للاتش بي في ممكن يبقى هربس سمبلكس اتش اي في اي حاجه ثانيه من الحاجات اللي هي لو بريديسبوزينج فاكتور بس ستيل بريزنت فانت لازم تكملي لها برده هي ما بقتش يعني بريديسبوز بالاتش بي في بس هي ستيل بريديسبوز بحاجات ثانيه السكريننج بتكمليه لحد ما تبقى ما يعني هو المفروض طول السكشوال اكتيفيتي بس هو بيقولك لو هي وصلت لحد حاجه 70 سنه ولو ريسك يعني كل ما تعمليها نيجاتيف نيجاتيف كل 3 سنين فساعتها ريكومند انك انت تستوب سكريننج بس حاجه 70 سنه يعني. طيب 48 دي 48 regarding radical hysterectomy may be done in some cases of large uterine myoma طبعا لا myoma مش هعملها radical مش دي benign lesion indicating cases of severe CIN مش محتاجه radical انا بعمل يا اما colonization يا اما total abdominal hysterectomy على حسب desire for fertility may be done in some cases with severe endometriosis ما لهاش علاقه خالص بالradical hysterectomy endometriosis pelvic lymph nodes should be removed ما هي من ضمن الحاجات sampling of lymph nodes upper cuff of the vagina and sampling of lymph nodes Uretic injury is very unlikely. It's very likely. لأن ببقى parametrium وبتاع ف very likely إن هو يحصل له uretic injury. Okay؟ معايا؟ 49 C 50 D 50 47 year old para 4 ولدت أربع مرات. Complaints of irregular bleeding, bleeding for 7 months duration. Pelvic examination demonstrated normal AVF uterus, normally appearing cervix and no adnexal mass and pregnancy test is negative. يبقى هو ده اللي هو AUB اللي هو السكيم بتاع AUB بتاعنا فهي عندها irregular vaginal bleeding ايوه complication of pregnancy complication of contraception هي she is not pregnant طب يبقى كده بنعمل لها ultrasound نشوف في lesion ولا ما فيش lesion وكده definitive diagnosis of this patient can be done by pap smear وبيقول لك irregular vaginal bleeding for 7 months duration AVF normal cervix no adnexal masses فمش محتاجه ان انا اعمل لها pap smear ما قاليش contact bleeding ولا اي حاجه endometrial cytology السيتولوجي مش دايجنوستيك لاي حاجه يا دكاتره احنا بنضطر نعمل cytology لو هي كانت very unfit ان انا اخد منها endometrial biopsy transvaginal sonography definitive transvaginal sonography ده كان هيبقى الانيشال سكريننج لكن هو بيقول لك definitive diagnosis خلاص فالdefinitive ده بتبقى عايز more confirmatory
هيستروسكوبي اند بايوبسي هيبقى هو ده كونفيرماتوري ام ار اي. فهو لو قال لك الدايجنوز اوف ذيس بيشنت كان بي دان باي ذا فولوينج من غير كلمه ديفينيتيف دي كنا هنعملها ترانسفيجنال سونوجرافي، يعني بس دايجنوز اوف ذيس بيشنت كان بي دان ثرو الترا ساوند، بس ديفينيتيف دايجنوز اوف ذيس بيشنت هيبقى بايوبسي لان هو ده الكونفيرماتوري او الديفينيتيف. اوكي 51A 52C 53B 53. Your investigation shows squamous cell carcinoma. هي ايه العيانة 45 year old healthy smoker with a gravida 4/4 routine annual screening cesarean delivery with tubal ligation perform pap smear showing high zeal. طبعا high zeal يبقى لازم ناخد biopsy. فعملنا next step repeat pap smear testing for HPV. لا ما هي already high risk ممكن اتاتش for HPV لو هي كانت اسقس مثلا عشان اشوف اعملها high zeal ولا اعملها high zeal. كون بايوبسي خليها معانا اندوميتريو كراتج. لا كولبوسكوبي لا انا مش عايزه الكولبوسكوبي انا عايزه البايوبسي، فبالتالي كولبوسكوبي لوحده مش كفايه انا عايزه البايوبسي فبالتالي عملنا لها كون بايوبسي. 53 بقى اللي انتوا عايزينه بيقول ايه يور انفستيجيشن عملنا لها الكون بايوبسي. الانفستيجيشن شود سكويم سيل كارسينوما ذات انفيد 2 مليمتر بيوند ذا بيزمنت ميمبرين اند لاترال سبات 5 مللي. خلاص دي ستيج 1 ايه لان احنا الستيج 1 ايه كانت الانفولفمنت 5 مليمتر دبث واقل من 5 مليمتر دبث و7 مليمتر ويدث، فهي قال لك 2 مللي و5 مللي فده اقل من اللي هو الباوندريز اللي احنا عارفينها بتاعه 1 ايه فكده تبقى 1 ايه. نو ايفيدنس اوف ليمفاتيك اور بلاد سبريد ماشي ما هي 1 ايه. What's the staging? CIS اللي هي كارسينوما in situ اللي هي CIN 3 يعني لا لان فيها invasion of the basement membrane. 1A ايوه لان هي اقل من 3 واقل من 7. 1B لا 2A 2B 1A ده ريكول. 54D 54. which lymph node is the first involved يعني لو هيحصل metastasis للسيرفكس هيبقى انهي لينف نودز اللي انفولد. كومن ايليك دي سيكندري سيكرال بار سيكندري اكسترنال ايليك ما لهاش علاقه ده انترنال ايليك. بارا سيرفايكال اللي حوالين السيرفكس طبعا دي اول حاجه. بارا سيرفايكال بارامتريك لينف نودز اللي تدي بقى للاوبتيريتور والسيكرال والانترنال ايليك لينف نودز. بارا اورتيك برده لا لان ده سيرفكس. اوكي 55C 56 55 this patient now asks about the treatment of her condition اللي هي stage 1A وعندها 45 سنه ومالتي بارا. يور ريكومنديشن ايه لستيج 1A؟ هنعمل العادي الهيستريكتومي العاديه خالص. ما هو اكسترا فيشل هيستريكتومي اللي هي توتال ابدومنال هيستريكتومي العاديه. اوكي بس يا دكتور انا لما دورت على اكسترا فيشل قالوا ان هم كمان بيشيلوا الليمف نودز اللي حوالين السيرفكس مش حوالين مش بارامتريك هي اللي قدامه فعشان كده بنقول عليها اكسترا فيشل اللي هو كده كده انت غصب عنك بتشيلها وانت بتعمل التوتال ابدومينال هيستريكتومي. فكلمه اكسترا فيشل هي الهيستريكتومي اللي احنا اوريدي بنعملها. 56C 57D 58B 60D 59 investigation done in the previous patient مالها 65 سنة old obese hypertensive وبارا 1 يعني كل corpus cancer syndrome الست يعني لأنها obese و hypertensive ناقص يقولي دعباتك عشان تبقى corpus cancer وبارا 1 كمان نالي جرافدة أو low parity who had her last menstrual period من 50 سنة بقى لها 15 سنة menopause وعندها bleeding فده very suspicious لأن كل ما duration from the menopause زادت كل ما ده يبقى suspicious after فهي عندها post menopausal bleeding فطبعا suspicious of malignancy واليوترس كمان enlarged يعني مش atrophic ده enlarged most probable diagnosis خلاص انتوا عارفين endometrial carcinoma ده مش عايزينه انتوا عايزين most effective نعملها fractional curettage. طيب investigation done in the previous patient اللي هو fractional curettage revealed endometrial and endocervical gland involvement not the cervical stroma يبقى stage A stage 1 يعني هو طالما انه الجلاندز برضو بتاعت cervix involved هي هي لكن لو الستروما بقت stage 2. اوكي معايا دكاترة 60 افهم لان اتروفي هيقول لك ان هو اتروفيك بس ده كمان مش نورمال سايز ده كمان انلارجد فكده تبقى تورز اندوميترال كارسينوما. انفيجن لليوترس ازاي يعني هو يوتراين اندوميترال كارسينوما؟ لا مش فاهمه السؤال. طيب في حد عنده حاجه؟ لا طيب 60 the appropriate operation for the previous patient اللي هي stage 1 endometrial carcinoma نعمل لها ايه؟
راديكال هيستريكتومي هي 1 لو راديكال ده لو كانت ستيج 2 بس هي ستيج 1 راديكال هيستريكتومي بالفيك ليمفادينكتومي ولا هيستريكتومي بالفيك ليمفادينكتومي ولا هيستريكتومي بايلاترال سابنج او فريكتومي سابتو عاملها فان هيستريك السامبل اوف ليمف بعمله مع اي عمليه فير تايم لا لا اول ما تقول فير تايم يبقى دي لازم يبقى فيها اللي هي راديكال هي اللي فيها سامبلنج للليمف نودز لا يعني مثلا او لازم تمنشن لكن لو قلت راديكال ومن غير ما تمنشن حاجه بتانكلود سامبلنج للليمف نودز وابر كاف اوف ذا فاجينا 61 اي ده هي كده مكتوبه في كده 5 year survivor of this patient اللي هي ستيج 1 خلاص ده very good prognosis فال 5 year survivor rate بتاعها بيبقى عالي قوي كويس يعني احلى حاجه موجوده 85 ولا 65 ولا 45 ولا 25 ولا 5% it is 85% ال 5 year survivor لان اتشلت كل الكانسر سيلز بتاعتها اوكي 62 اي 62 which of the following is the most common method used to diagnose CIN CIM بنعملها diagnosis زي دكاترة complain of the discharge لا مش complain لازم diagnosis يبقى لازم investigation post coital bleeding ده symptom chronic pelvic pain برضو symptom congestive dysmenorrhea symptom abnormal pap smear هو ده اللي used for diagnosis فلازم diagnosis ولا فندم لا diagnosis ده diagnosis لو لقيت abnormal pap smear مش كده ولا ايه يعني اصلا ولا discharge ولا post coital bleeding ولا chronic pelvic pain ولا congestive dysmenorrhea هيقول you can diagnose بيها ال CIM كلمة CIM ده لازم يبقى فيه diagnosis ازاي هقول diagnosis CIN ده اساسا ده مش clinical diagnosis كلمة CIN اوكي فانت لازم يبقى عندك يا cytology يا biopsy عشان تقول عليها CIN قصدي انه diagnosis هنفترض قصدي بعيد عن السؤال هو diagnosis هتبقى biopsy اه بس هو مش مديه غير الabnormal pap smear يعني انت لو قالك abnormal pap smear ولا cervical biopsy طبعا cervical biopsy لان دي CIN لكن لو قالك هايزيل والايزيل وكده هي بتبقى بالباب سمير بالظبط 63 بي cervical cryotherapy is appropriate to consider in which of the following circumstances طبعا الكرايو ده بيستخدم في اللي هي CIN2 او لو CIN1 وريفراكتوري تو تريتمنت لان احنا بنقول لك ايه في الليزيل اديها ميديكال تريتمنت وفول اب باي باب سمير لو يوجوالي ات ريزولفز طب اف ات didnt resolve خلاص هن تريت هير از CIN2 طب تريتمنت لCIN3 لا CIN3 ده يا اما كونايزيشن يا هيستريكتومي ديبندينج اون الديزاير اوف فيرتيليتي بيشنت ويز ويل سيركمسكرايبد سمول ليجن اند مايل ديسبليزيا CIN1 هو يوجوالي CIN1 ده مش بنعملها ده بس خليها معانا انفيزيف كانسر اكيد لا اتش اي في بيشنت ما لهاش علاقه بيشنت ديزايرنج فيرتيليتي ما هو ديزايرنج فيرتيليتي وايه ما هو لازم تبقى وايه لو انفيزيف كانسر ديزايرنج فيرتيليتي مش هعملها كده يعني فبالتالي طب CIN3 وديزايرنج فيرتيليتي برده مش كرايو ده هنعمل كونايزيشن فالجمله دي ما لا تعني شيء بالنسبه لي لازم يقول لي نوع الليجن ايه فبالتالي ما قداميش من دول غير ان هي تبقى CIN1 اوكي اه ماشي ما قالش كلمه ريفراكتوري بس من دول هتختاري ايه ولا انفيزيف كانسر تنفع ولا سي ان 3 تنفع ولا اتش اي في بوزيتيف بيشنت تنفع ولا ديزايننج فيرتيليتي دي مالهاش مش نافعه فبالتالي ما قدامناش غير اللي هي ويلز سيركمسكرايبد سمول ليجن يعني ماشي لو هي سي اي ان 1 وانت عملت لها حاجه اقوى ماشي افرض هي سي اي ان 2 وهي وعملت لها هيستريكتومي ما حدش هيقول لك حاجه بس هو بنعمل دايما الليست انفيجن الليست انفيجن للعيان 65A 65E 67E 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 70B 71B 72D 72 45 year old multi-para present with bleeding after intercourse, contact bleeding يعني. Biopsy from suspicious area of the cervix revealed carcinoma in situ. CIN 3 يعني. Most suitable management CIN 3 يا إما بنعمل لها colonization لو هي desiring fertility يا إما hysterectomy لو هي not desiring. فهو بيقولك إن هي multi-para. فهل نعمل لها follow-up ولا cervixectomy ولا colonization. Colonization لو كانت nulli gravida أو low parity أو desiring fertility. ولا total hysterectomy ولا radical هتبقى total hysterectomy. أوكي؟ 73E 73 The following about adenocarcinoma of the cervix are true except adenocarcinoma account for 20% of the cervical cancer هو يعني 15 20 شغال يعني they are likely to be diagnosed in younger women
دي حقيقه ما نعرفهاش بس يعني خليها معانا. They are associated with delayed diagnosis. طبعا طبعا delayed diagnosis لان هي مش واضحه. They are associated with poorer prognosis. اكيد برضو نفس القصه لان هي delayed diagnosis. HPV 16 is commonly related to adenocarcinoma. Usually 16 and 18 are not related. They're related to the ectocervical cancer وليس للendocervical carcinoma. Okay. 74 C, 30 year old woman with cancer cervix stage 1B. يعني confined to the cervix بس more than 3 ملي depth و 4 و 7 ملي width. Best treated by A. Conization طبعا هي 1A هي اللي بتبقى treated ممكن by total او actually حتى 1A يعني عندكم في الكتاب من اول 1 cancer cervix بنعمل لها radical hysterectomy على طول. فهي conization لا conization دي CIN لكن invasive عمري ما عمل لها conization. Extrafacial simple hysterectomy, simple hysterectomy بتبقى stage 1 endometrial carcinoma لكن stage 1 cancer cervix radical hysterectomy. Radical hysterectomy is ovarian preservation لانها 30 سنة فانا ممكن اعملها ovarian preservation عادي عشان هو مش هرمون dependent. Radical hysterectomy with ovarian removal to avoid recurrence مالهاش علاقة بالrecurrence لان هي دي مش هرمون dependent اصلا فبالتالي preserve the ovaries طالما هي لسه 30 سنة. Radiotherapy to avoid surgical risk ما هو دي انت لو اديتها radiotherapy هتدخلها في منوبوز برضو فطبعا الاحسن ان احنا نجو فور سيرجري وpreservation للأوفري. اوكي دكتوره في الكتاب مكتوب ما هي radical hysterectomy هي فيرتان هو كاتب في التايمز ان هو بيشيل. ايوه ما عشان كده يعني جنب كلمه radical hysterectomy بنروح كاتبين لك على طول with preservation of the يعني وصف الفيرتايم فيرتايم يوم ما وصفها الشخص اللي اسمه فيرتايم وصفها ب removal of the ovaries. بس احنا في الكانسر سيرفيكس طالما ان هو مش هرمون ديبندنت فممكن نعمل فير تايم بس ويز بريزرفيشن اوف ذا اوفريز يعني برغم ان الفير تايم هي وصفها ان هي ريموفال اوف ذا اوفريز بس احنا بنعملها في الكانسر سيرفيكس للعيانين صغيرين مع بريزرفيشن الاوفريز لان هو مش هرمون ديبندنت. لكن لو كنت مختار دي تختار ان انا اشيل الاوفريز ولا بس مش تو افويد ريكرنس ملهاش علاقه بالريكرنس خالص هي هتبقى راديكال هيستريكتومي لكن ملهاش علاقه تو افويد ريكرنس لان هو مش هرمون ديبندنت يعني هتشيليها لانك ما هو مش شغالين الاوفرز. هو احنا يبقى كده في السيرفكس كانسر سيرفكس بنعمل راديكال اني واي لو ستيج 1 او لحد 2A بتعملي لها راديكال. اصل عشان كانت 1A stage 1A هي 1A ممكن تعمل لها يعني 1A exceptional هي اللي ممكن تعمل لها simple hysterectomy لكن 1B لازم تبقى radical hysterectomy. الكتاب ما مكتوب فيه ايه؟ لا ما لازم نتأكد radical من اول 1 يعني ده اكيد ده هتمشوا زي الكتاب هتمشوا زي الكتاب. هو طبعا هو الجديد ان احنا بنعمل 1A بتعملوا لها سيمبل لكن 1B راديكال بس هنمشي زي الكتاب فممكن نتاكد بس الكتاب مكتوب فيه ايه قبل ما نكونفيرم القصه دي. مش محدد يعني كاتب 1 بير تايم 1 كلها على بعضيها 1 اي 1 سيرجري وكاتب 2 بير تايم مش قايل السيرجري ايه لا خلاص قسموها هو في قسموها طبعا يبقى 1 اي هتبقى سمبل هيستريكتومي لان هو ده المفروض هو ده الفيجو هو ده كل حاجه و1 بي هي اللي تبقى فير تايم اوبريشن. انا افتكرت ان هو كاتب هو يعني الاثنين يعني فير تايم اوبريشن لكن كاتب سيرج هو دكتور هو كتب سيرجري وراديو ثيرابي بعد كده شرح راديو ثيرابي الواحد سيرجري بعد كده سيرجري او سيرجري بعدين شرح راديو ثيرابي وبعدين ورا كتب سيرجري. لا هنا تبقى ما هو انتوا الهيستريكتومي مشروحه برده في حتت خلاص فهي 1 اي هتبقى سمبل هيستريكتومي و1 بي تبقى فير تايم اوبريشن. اوكي زي ايه معلش نمبر 6 سؤال رقم 6
لا انت طالما العينه فيت فور سيرجري يو جو فور سيرجري. لكن لو قال لك مثلا ده طب الاثنين ايكويفالنت مثلا في التو او فورس الراديو ثيرابي اند سيرجري بتجيب سيم ريزلتس, بيجيب سيم ريزلتس بس يوجوالي طالما هي فيت فور سيرجري وهي ستيج 1 يبقى بتجو فور سيرجري. لكن اكتر من لحد 2 ايه, لكن اكتر من 2 ايه يبقى بتجو فور راديو ثيرابي. طب لو قال لك طب الاثنين يدوك نفس الريزلت ولا لا, اللي هي مشكله الراديو ان ليها سايد افكتس هتفضل مع العين على طول, لكن انت السيرجري بس هي الموربيديتي بتاعه السيرجري وانتهت بنهايه السيرجري وما لهاش موربيديتي ثانيه. فطالما هي تتحمل السيرجري او فيت فور سيرجري يبقى يو جو فور سيرجري. طب اوكي يا جماعه, ما هو لازم يديك اوبشنز ينفعوا وانت بتختار من الاوبشنز اللي تنفع. ما هو مش هيقول لك مثلا عندها سيرفايكال كانسر طب نروح نعمل لها ماستكتومي مثلا. ايه السؤال ده؟ مش كده ولا ايه؟ ما هو لازم يديك اوبشنز تنفع, بس انت على حسب العينه. طالما ان هو ما قالكش ان هي انفيت, ما قالكش مش عارف ايه, يبقى بتختار بقى من الاجابات اللي كلهم ينفعوا ولا ايه؟ ماشي. طالما هي طبعا لان الراديو ثيرابي ده فاضل معاها السايد افكتس هتفضل معاها, لكن السيرجري هو بس السايد افكتس اوف ذا اوبريشن. طالما ان هي فيت فور سيرجري يبقى يو جو فور السيرجري. ده على عكس لو قال لك ايه ان السيرجري جيفز باتر ريزلتس ذان الراديو ثيرابي. لا, هما الاثنين بيجيف السيم ريزلتس بالنسبه للكانسر سيرفيكس نفسه. اوكي, احنا في رقم كام بقى؟ 75 30 year old woman has cervical smear showing lysine. ماشي. Appropriate management ليها دي lysine هتاخد medical treatment. Offer prophylactic vaccination. لا, طالما فيها changes مش بندي vaccination. Refer to colposcopy. lysine مش محتاجة colposcopy. lysine هي اللي محتاجة colposcopy. Refer to colposcopy if she is positive for HPV. دي طبعا لو positive زي الاسكس. يعني لو lysine بس في high risk individual يعني HPV positive يبقى ساعتها هتعامل معاملة lysine. فدي معانا. Repeat smear after 12 months duration. لا ده كتير قوي, حتى لو ادينا medical treatment بنعمل لها repeated pap smear بعد 4-6 اسابيع. Repeat smear after سنة برضو لا, فبالتالي لان بندي treatment وبعدين نفولو اب وبعدين بعد كده تبقى تتحط في البروجرام بتاع الهاي ريسك كل سنة يعني. فبالتالي يبقى refer to colposcopy if she is HPV positive. طب معلش كده, الباب سمير بنعملها كل فتره في اللو ريسك امتى والهاي ريسك امتى؟ اللو ريسك كل 3 سنين, الهاي ريسك كل سنه. ماشي. لكن هنا انت هتعيدها, يعني انت اديت تريتمنت لللايزيل بتعيدها بعد التريتمنت اللي هو بعد قد ايه؟ بعد من 4-6 اسابيع يعني. ماشي, لكن مش انك انت ده دخلت في البروجرام ان هو كل 3 شهور هتعمل لها باب سمير. لا, انت برضو يعني انت عدت لها الباب سمير طلعت ان هي خلاص بقت نورمال, هتحطها بقى في البروجرام بتاعي يا اما اللو ريسك اللي هي كل سنه يا اما الهاي ريسك اللي هي كل 3 سنين. طبعا لو قال لك ميديكال تريتمنت خلاص هو ميديكال تريتمنت لان اللايزين ميديكال تريتمنت. وبعدين اربع ست اسابيع لو لسه موجود هعمل بقى حتى هتجو فور الكولبوسكوبي بقى لو هي اتش بي في بوزيتيف, يا اما بقى تعمل لها تريتمنت زي بتاعه السي اي ان 2 يعني اللي هو كرايو. هو لايزين لو ريسك بس لو لايزين ومعاها اتش بي في بوزيتيف دي قلبت لهاي ريسك. لكن كلمه لايزيل طبعا لو ريسك. انا بقلق منك قوي يا علي قوي لانه انت بتانتربريتي الكلام اللي انا بقوله بطريقه مش هي اللي انا قصدي عليها يعني. ده يوجوالي ده اللي بيحصل, فانا بقلق جدا جدا بصراحه. ما هو دي غلط, ما خدناهاش, ما سبناها, قلنا وحشه وحشه يعني ما خدناهاش يعني. فاهماني؟ ما هو لايزيل مش بتسيبيها مع نفسها, انت بتعدلها الباب سمير بعد الميديكال تريتمنت ومش بتعديه بعد سنه, لا بتعديه بعد ما يعني شهر ونص يعني, فاهمه, 6 اسابيع كده. فبتعديه لها very soon after medical treatment, لكن مش بتعديه بعد سنه وانت سايبه العيانه. فاحنا ما اخترناش دي. انت بتعملي كولبوسكوبي عشان تاخدي البيوبسي, لكن هو لو هي يعني انت دلوقتي محتاجه بقى بايوبسي لان طلعت هاي زي, فانت عايزه بايوبسي, عايزه تيشو بايوبسي عشان تعرفي يا سي اي ان 1 2 3 ريفير للكولبوسكوبي كلينيك عشان يعملوا لها الكولبوسكوبي كلينيك. هيعملوا لها يعملوا لها كولبوسكوبي ان بايوبسي بقى لو طلعت لو هي اتش بي في بوزيتيف, يبقى هتعامل لان انت مش شايفه ليجن. انت لو كنت شايفه ليجن اصلا كنت خدتي دايركت بايوبسي, لكن انت مش شايفه ليجن فمحتاجه تعملي كولبوسكوبي ان بايوبسي. مش الهدف الكولبوسكوبي, الهدف البايوبسي لان هي هايزيل او تعامل معامله الهايزيل هنا عشان هي اتش بي في بوزيتيف. دكتور معلش عشان انا اتلخبطت شويه, هي لو واحده اسس لو هي اتش بي في نيجاتيف
بالظبط كده. لو اتش بي في بوزيتيف باخد بايوبسي وبعد كالبوسكوبي ام بايوبسي بالظبط. طيب حد عنده سؤال يا دكاتره؟ طيب 76 سي 77 بي 77 55 يير اولد بي ام اي عالي و بريزنت بوست منوبوزال بليدنج تي في اس شوت ثين اندوميتريوم اند فوكال اريا ثيكنس بتاعها 8 مللي. طب يبقى كده محتاجين بايوبسي من ال 8 مللي دي يعني فوكال بايوبسي من دي. موست ابروبريت مانجمنت دي اوفر دايلاتيشن اند كراتج ماشي. اوفر هيستروسكوبي اند بايوبسي طبعا الهيستروسكوبي احسن ليه؟ لان هي تارجت يعني هعرف انا باخد منين وخصوصا ان هي كلها رفيع الاندوميتري ما عدا حته عشان سو از نوت تو ميس دي لو انا عملت بلايند بايوبسي تبقى بلايند دايلاتيشن كراتش. فلو عملت لها هيستروسكوبيكلي دايركتد بايوبسي ده احسن لان انا عندي هي فوكال اريا هي اللي 8 مللي لكن بقيه الاندوميتريم الثين. اوفر ام ار اي مش محتاجه ام ار اي انا عايزه بايوبسي الاول يعني وبعدين ديبندنج على الريزلت بتاع البايوبسي هشوف انا محتاجه ام ار اي ولا لا. لو طلعت بقى ادنو كارسينوما محتاجه ام ار اي عشان اشوف هي ستيج بتاعها لكن لو طلعت ان هي هايبر بليزيا مثلا ولا بروليفريت وكده ولا كده مش محتاجه ان انا اعملها ام ار اي. اوفر ايبيبال بايوبسي دي لو قال لي ان هي فيري انفيت فور سيرجري مش هقدر ان انا اديها انستيزيا حتى الانستيزيا بتاعه الدي ان سي او كده هو اللي ساعتها بيبال لكن البيبال از نوت دايجنوستيك دي برده سكريننج فبالتالي انا كده عملت لها سكريننج بعد سكريننج انا ما استفدتش حاجه انا لازم اعمل حاجه دايجنوستيك اللي هو بايوبسي يعني. اوفر ريبيت سكان ان 6 مانث ديوريشن لا لازم ان انا اخد بايوبسي من ال 8 مللي دول. اوكي معايا دكاتره؟ ما بنستخدموش شطبي خالص يعني ماشي ما تستخدميوش خالص خالص بجد لانه مش طالبه ان انا لخبطك في حاجه هي سكريننج اصلا واحنا اوريدي بنعمل سكريننج بتي في اس. بس هي كانت لو عينها فيري انفيت لدرجه مش هقدر اديها انستيزيا بتاعه الدايلاتيشن لان الدايلاتيشن كراتج انت محتاجه تدي انستيزيا هي ما اقدرش حتى فيري هاي ريسك لدرجه ان الدايلاتيشن ان كراتج مش هقدر ان انا اعمله فبلجأ للبيبال بايوبسي بس it is not diagnostic it is only for screening برضو. 78 بي 78 morbidly obese 14 طبعا الاول ما يقول لي morbidly obese تبقى هي very high risk for surgery يعني دي تترجم عندي على طول ان هي very high risk for surgery. 49 years old para 2 هادي بيبال بايوبسي عملوا لها بيبال عشان هي very يعني السيرجري بالنسبة لها او الانستيزيا هي actually مش السيرجري لان احنا ممكن نعمل السيرجري بس دكتور التخدير هو اللي حي يعني هو اللي هيعمل سكان فيعني هو هتموت العينه حتى بمضيع على مورتاليتي كونسنت مش هاي ريسك اسمه مورتاليتي كونسنت هتموت يا مدام كده يعني. فبيبال بايوبسي فور ابنورمالي هافي بليدنج ريزلت ان اندوميتريال هايبوبليزيا ويز اتيبيا يعني طلعت الست دي عندها اندوميتريال هايبوبليزيا ويز اتيبيا بالبيبال بايوبسي موست ابروبريت ايه. طبعا انا هبعد خالص عن اي نوع من السيرجري اذا كنت ما قدرتش اعمل كراتج دايلاتيشن كراتج يبقى حتى الابليشن مش هقدر ان انا اعمله فبالتالي هتجو فور حاجه بقى فيري كونزرفاتيف اللي هو ميديكال تريت اكسبكتنج يعني مش هعملها مش هقرب منها لا انا هديلها ميديكال تريتمنت يعني ليفونورجستر انترايتراين سيستم يعني ادخل لها لوب لان ده من غير انستيزيا ممكن طبعا وده هاي دوز او بروجستيرون معانا هيستراكتو مش هقدر اعمل هيستراكتو مش از مور بليوبيز دمبا افري 3 مانث لا كنت دمبا افري 1 مانث يعني بندي حتى الدمبا لكن مش زي الكونتراسبشن وكده لان عايزه كونسنتريتد دوز اوف دمبا فممكن بندي دمبا اللي هو ديبومي دراكسي بروجستيرون اسيت بس كل شهر بالرغم ان هو الدوز بتاع 3 شهور بس بديها كل شهر نوريسيسترون اللي هو الاورال ساعات البروجستيرون من 10 ل 15 ملي جرام بير داي ده دوز قليله جدا دي بتاعه الاي يو بي مش بتاعه الاندوميتريال هايبربليزيا فبالتالي الوحيد اللي هاي دوز بروجستيرون هو مديهولي في كل الليسته دي هو اللي ليفونورجستر الانترايتراين سيستم او المايرينا فهو ده اللي هركبه لك معايا مش مفروض حتى لو كان قايل لي كل شهر كنت هختار المايرينا عشان طبعا لان ده في دوز عاليه اللي هي بتاعه 3 ل 5 سنين وممكن تقعد معاه سنه بس وتغيره لها خلاص فطبعا بالظبط كده ما هو انت بتوي بقى البنفيت ريسك هي ممكن تموت في العمليه لكن ده اتيبيا يعني الريسك تيرن ماليجننت لسه برده 30% فاهمه قصدي ان هو لسه بناين ليجن فتفضلي ماشيه معاها كده سو لونج ان هي هايبربليزيا لو بقى قلبت بكارسينوما اللي ساعتها هتاخد مورتاليتي كونسنت بس باتر ريديو ثيرابي هتديها ريديو ثيرابي بقى لان هتبقى انفيت فور سيرجري. اوكي دكتور لما كانش موربيد اوبيز بنفس الايدج لما عملنا هيستركتومي ولا طبعا لان هي اندوميتريال هايبربليزيا حتى لو زاوت اتيبيا كويس يعني بري مالجنت ليجن طالما ان هي فيت فور سيرجري يبقى يو ويل جو فور توتال ابدومينال هيستركت. معايا دكاتره في سؤال تاني لحد 78 افندم بنعمل بروجستيرون فولو لمين لو واحده فيت فور سيرجري
لا اصل ده مش ديفينيتيف, ده بريماليجنت ليجن. لان هو يعني امتى يعني البريماليجنت لو هي مثلا سيمبل هايبربليزيا 1% وعايزه عياله كده يعني, او سيمبل هايبربليزيا, لكن لو كانت هي كومبلكس ويز اتيبيا اللي هو 30% لا بتعمل لها سيرجري. ماشي كومبلكس ويز اتيبيا, قصدي ان هو لو هي هايبربليزيا وداوت اتيبيا وعندها وشيز فايبل فيت فور سيرجري قصدك؟ لا فيت فور سيرجري بنقول ليه؟ لان هي ممكن بعد كده تقلب تبقى ان فيت فور سيرجري وما تقدرش ساعتها تعمل لها العمليه, فانت بتاخد البنفيت بتاع ان هي شي از فيت فور سيرجري وتجو فور السيرجري, لان ممكن قوي دي تديفلوب يعني كونها ان هي اوبيز او يعني لو هي هايبرتنسيف كون الاولد ايج دكاتره الاولد ايج ده ممكن يخليها تبقى ان فيت ات اني تايم, فطالما بري مالجنت ليجن وي جو فور السيرجري. حتى لو كانت هايبرتنسيف وداوت يوجلي طالما ان هي مش عايزه عيال, يعني انت البنفيت الوحيد بتاع اليوترس ان هي تبقى عايزه تبريزرف الفيرتيلتي. لو هي شي دازنت وانت تو بريزرف الفيرتيلتي ودي مش بناين ليجن بمعنى محتاجه فولو اب لان هتقلب مالجنت هتقلب برسنتج قليل ولا كتير, هي كده كده زي قصه الفيزيكولر مول. مع الفيزيكولر مول كنت ممكن تعمل هيستركتومي لو هي اولد ايج والمول كبيره وكده عشان ده بري مالجنت ليجن. فاي بري مالجنت ليجن يعني يو جو فور سيرجري طالما ان هي فيت فور سيرجري. معايا دكاتره 79A 80D 80 32 year old gravida 2 para 2 had a colposcopy and biopsy showing high Z. ماشي in cervical keratage negative يبقى هنتريت الهاي Z. The following most appropriate next treatment a repeated biopsy. لا هنتريت الهاي Z hysterectomy repeat colposcopy loop electro surgical excision procedure هيبقى الليب او هيستركتومي لا لان هو ما قاليش ان هي سي اي ان 3 فمش, وبعدين دي كمان 32 سنه 32 سنه مش حاملها هيستركت, فبالتالي هتجو فور الليب. ماشي لوب الكترو سيرجيكال, ما هو كاتب لك اهو لوب الكترو سيرجيكال اكسيشن بروسيد اللي هو هتعمل لها زي الدايفيرمي بس بيبقى على لوب يعني لوب حته اكتر بتاخديها. فاللوب واللاتس اللي هو لونج لوب اكسيشن اوف ذا ترانسفورميشن زون ده بيتعمل يوجوالي للسي اي ان 2. ما هي الهايزيد دي ممكن تبقى سي اي ان 2 او سي اي ان 3 خلاص. فلو هي سي اي ان 2 بنعمل لهم اللي هو كرايو دايفيرمي ليب لوب الحاجات دي, لكن لو هي سي اي ان 3 بتعملها لها ايكونايزيشن يا توتال هيستركتومي ديبندنج على هي عايزه ديزاير فيرتيليتي ولا لا. 81B 82B 82 61 year old obese woman menopausal for 8 years present with recurrent vaginal bleeding not related to intercourse, يعني مش contact bleeding, هي عندها abnormal postmenopausal bleeding. Currently she is on multivitamins but no hormonal treatment. Ultrasound symmetric in enlarged uterus and endometrial thickness 8 ملي. طبعا اعلى من 5 ملي فبالتالي محتاج biopsy. And hypercolic lesion 2 سنتي inside the uterine cavity. وبعدين عندها كمان lesion جوه ال uterine cavity 20 ملي. فطبعا دي very suspicious, very suspicious. هو كل الاندوميتريوم اصلا suspicious لانه اكتر من 5 ملي وكمان في ليجن فيها 2 سنتي يعني 20 ملي extremely suspicious. يعني the following pathological conditions may be associated in this case except endometrial polyp. اما هي دي اسمها polyp, نوع البوليب بقى ايه هو ده اللي احنا مش عارفينه, هل هي hyperplastic polyp carcinomatous polyp هو نوع البوليب ايه, بس هي دي polyp يعني اللي هو 2 سنتي لحميه يعني او excessive proliferation of tissues. سينايل اندو لا مش سينايل, سينايل يعني اترافيك, هي مش ممكن تبقى اترافيك. اترافيك منين اذا كانت 8 ملي و2 سنتي مش ممكن تبقى اترافيك. اندوميترا كارسينوما ممكن, اندوميترا هايبربليزيا ممكن, لايوميتس بوليب ممكن تبقى لايوميتس بوليب ممكن يعني لان هي دي فعلا بوليب, لكن مش ممكن تبقى سينايل اندوميترايتس. سينايل ازاي اذا كانت 8 ملي و2 سنتي؟ اوكي معايا دكاتره 83B 83. What is the most appropriate surgical procedure to be advised? طبعا محتاجة اخد منها biopsy يعني مش كده ولا ايه. Endometrial aspiration or hysteroscopic resection of the polyp يعني endometrial sampling هو ده يعني لازم اخد biopsy. Endometrial cytology ما بنعملش cytology, و aspiration ده اللي هو البيبال برضو ده cytology. Abdominal hysterectomy ولا laparoscopic hysterectomy لازم ادياجنوز الاول هو دي البوليب دي عبارة عن ايه, hyperplastic carcinomatous بتاع يعني ايه هي عشان ابلان بعد كده للمانجمنت بتاعي. معايا 84A 85D 85. Presence of pyometra in a postmenopausal female strongly suggests usually malignancy. يعني هي دي كده معروفة ان هو لو لقينا pyometra يعني pus inside the uterine cavity في واحدة postmenopausal لان ممكن قوي بيحصل senile atrophy للcervix وممكن يبقى stenotic cervix,
فيكون نيكروزس جوه اليوتراين كافيتي، فوجود فايوماترا على طول بيبقى سسبيشس ان ده يبقى مالجنسي، دايابيتس ميليتس ولا ديجنريتد مايوما ولا سينايل اندوميترايتس ولا مالجنسي ولا سيكشوال بروميسكيوتي، يعني مالجنسي موستلي بيسجست مالجنسي. معايا دكاتره دكتور ممكن اي سي 4 معلش which of the, 84 which of the following statements regarding malignant cervical lesion is true 95% are squamous cell carcinoma. هو 85 خليها معانا CA125 level to money. لا طبعا CA125 مالوش علاقه بالسيرفايكال ليجن. majority of the lesion arise outside the لا طب ده لازم بيبدا من الترانسفورميشن زون. they are not associated with HPV infection. لا they are associated. هو ده leading cause or predisposing factor. mostly occur in the endocervix. لا هو mostly occur in the ectocervix. فبالتالي 95 are squamous cell carcinoma. سينايل اندوميترايتس ده اتروفي، فيوجوالي الاتروفي ده بيبقى برضو اتروفي للسيرفكس بيبقى مفتوح فمش هيبقى يجيلها بايومترا. في حاجه في الام سي كيوز يا دكاتره؟ لا لا مالجنسي جوه الاندوميترا والسيرفكس مقفول عشان مش عايز ينزل جوه. اوكي ستينوتك سيرفكس بس هو يوجوالي بنجو فور الميديكال تريتمنت. ليه؟ لان هو ات ماي ريزولف سبونتينيوسلي لوحدها. الكوست افكتيفنس يعني بتاع انك تطلب لها تحليل اتش بي في اولا ده مش موجود في مصر، ده بيتباع بره وهو غالي قوي، حتى بره غالي قوي خلاص. فالكوست افكتيفنس مش عالي انك انت تطلبه، لكن لو هي معروفه ان هي اتش بي في بوزيتيف هتريت هير از هافينج هايزي. لكن لو هي مش معروفه ان هي اتش بي في بوزيتيف لا بتعمل لها تريتمنت للايزي اللي هو ميديكال تريتمنت اند فولو اب. حد عايز حاجة في الـ MCQs؟ 79 30 year old who is HIV positive and normal has normal cervical smear. What would be would you advise regarding the follow up؟ طبعا طالما هي HIV positive يعني هي low risk ولا high risk؟ high risk. الـ screen بتاع الـ high risk بيبقى كل قد ايه؟ كل سنة بالظبط كده. لو كانت HIV negative وهي low risk وما عندهاش حاجة يبقى هيبقى كل 3 سنين. معايا دكاتره؟ حد عايز حاجه في الام سي كيوز ولا نبدا الام كيوز؟ طيب نبدا الام كيو ولا خليها المره الجايه؟ تحبوا ايه؟ لا نبدا ماشي. طيب ما انا هاخد ست واحد يعني 86 اي 87 اي 88 بي 89 سي 90 بي 91 اي 92 A 93 B 94 B 95 D اوكي ناخد السات اللي بعده. ما عنديش انا عشان الراوند بتاعكم بس. طيب 96 A 97 E 97 33 year old woman has persistent CIN2. ف CIN2 دول اللي هما بيبقى treated by بقى اللي هو الليب واللاكس والحاجات دي خلاص. after medical treatment of 6 months duration. هي كمان اخذت medical treatment وبرده لسه نفس القصه موجوده فهعمل لها باب سمير. لا ما هي diagnosed يعني CIN2 colposcopy biopsy هي diagnosed CIN2 كوترايزيشن ده لو persistent CIN1 يعني CIN1 هي اللي بعملها كوترايزيشن سواء كرايو او دايفيرمي. لكن CIN2 ببقى عايزه يا اما ليب يا اما لاكس. FSH and LH واستراديول ما لهمش علاقه الهرمونز هنا. ليب ليب اندوميتريا كوراتج لا ده حاجه سيرفايكال فبالتالي بعمل لها ليب. معايا دكاتره؟ في الكتاب مكتوب ان الكوترايزيشن بيتعمل مع CIN2. CIN2 هنا دي refractory to treatment يعني انت CIN2 مش CIN2 بس ده كمان refractory to treatment لازم تعمل حاجة اكتر من الكوترايزيشن. يعني لو هي CIN2 لسه مش refractory ممكن تجرب معها الدايثيرمي او الكرايوكوتري. لكن لو هي refractory to treatment او بالرغم انك عملت الدايثيرمي كده هي لسه فضلة برضو CIN2 يبقى هتجوه فور حاجة اكتر منه. 98 بي 99 B 98 38 year old woman with pap smear showing high zeal. طيب high zeal يبقى بنعمل colposcopy and biopsy مش كده ولا ايه؟ pap smear لا ما هي diagnosed colposcopy colposcopy and biopsy cauterization
لا لان الهايزيل انا عايز اعرف اخد تيشو بايوبسي، محتاجه تيشو بايوبسي عشان اعرف هي. اما هي انت بتعمل باب سمير، الانتربريتيشن بتاع الباب سمير ايه؟ نورمال خلاص مش هعمل حاجه. لايزيل بديلها ميديكال تريتمنت اند فولو اب تاني بباب سمير. طب هايزيل بعمل كولبوسكوبي ان بايوبسي عشان اعرف الهايزيل دي هي سي اي ان 2 ولا سي اي ان 3، وممكن تطلع سي اي ان 1 كمان. سي اي ان 1 ليها المانجمنت بتاعها، سي اي ان 2 ليها المانجمنت، سي اي ان 3 ليها المانجمنت ديبندنج على الفيرتيليتي. اوكي 99 35 year old complaints of contact bleeding. باب سمير بتاعتها اسكس، اسكس دي على حسب هي لو ريسك ولا هاي ريسك هعملها. HPV positive يبقى كده اكنها هاي زيل، يبقى كده اعمل لها ايه؟ كولبوسكوبي ان بايوبسي. لا السكين ده مهم وما ينفعش انكم تبقوا مش عارفين تعملوا ايه. السكين ده مهم للغايه، ان هو عملنا باب سمير، انتربريتيشن اوف باب سمير از فيري امبورتنت، اللي هو ايه؟ يعني باب سمير نورمال خلاص مش هعمل حاجه. لايزيل ميديكال تريتمنت اند ريبيت الباب سمير فولو اب. طيب هايزيل كولبوسكوبي ان بايوبسي، ما ينفعش انكم نتشكك فيه لان ده فيري ستريت فورورد. يعني سؤال 98 او 99 ده فيري ستريت فورورد ابلكيشن للفلو تشارت، ده هو هايزيل انا بدور على الكولبوسكوبي ان بايوبسي ما ينفعش اتشكك فيه. يعني لايزيل ميديكال تريتمنت اند فولو اب، هايزيل يبقى كولبوسكوبي ان بايوبسي، ده ما فيهوش تشكك خالص خالص. يعني فلازم نبقى عارفين بنعمل ايه للانتربريتيشن بتاع الباب سمير. انتوا هتعملوا باب سمير، جي بي بيعمل باب سمير، فلازم تعرف تقراه. قال لك هي مش تقراه تحت الميكروسكوب، يعني تقرا الانتربريتيشن بتاعه. يعني قال لك ده نورمال خلاص شكرا يا مدام تعالي لي كل سنه او كل 3 سنين على حسب هي لو ريسك ولا هاي ريسك. لا طلع لك ان هو لايزيل، خد يا مدام التريتمنت الميديكال تريتمنت ده اللي هو فور انفكشن، وبعدين تعالي لي بعد شهر ونص عشان نريبيت الباب سمير تاني ونشوف هيفضل لايزيل ولا هيريزولف خلاص. طيب طلعت هايزيل، لا ريفير للكولبوسكوبي كلينيك عشان يعملوا لها كولبوسكوبي ان بايوبسي. ديبندنج بقى على الكولبوسكوبي ان بايوبسي بتاعتها، طلع سي اي ان 2 ليها تريتمنت بالكوترايزيشن والحاجات دي. طب سي اي ان 3 انت عايزه عيال ولا مش عايزه عيال؟ عايزه عيال يبقى بعمل لها كونايزيشن، مش عايزه عيال يبقى هجو فور هيستركتومي. الفلو تشارت بتاعت الانتربريتيشن بتاعت الباب سمير وبعديها الكولبوسكوبي مهمه جدا جدا. وهو ما فيهوش غير كده، هو ما فيهوش غير كده، فما ينفعش نتشكك. يعني 98 99 دول ما ينفعش انكم تسالوا فيهم. طبعا اي حاجه ممكن تسالوا فيها، بس انا قصدي ان هو ده فيري دايركت ابلكيشن، ما فيهوش اللي هو فين اللعب فيهم. ده بيقول لك عيانه 38 سنه الباب سمير بتاعها هاي زيل، يبقى انا عايزه كولبوسكوبي ان بايوبسي. طب عيانه اسكس و اتش بي في بوزيتيف، يبقى كده تعامل معامله الهاي زيل اللي هي برده كولبوسكوبي ان بايوبسي. لو كانت عيانه اسكس و اتش بي في از نيجاتيف كنت هعمل لها ايه؟ ميديكال تريتمنت فولو اب، لانها تعامل معامله اللايزيل. فالحاجات دي فيري دايركت ابلكيشن. معايا يا دكاتره؟ دكتور معلش، لو اللايزيل وديت ميديكال تريتمنت وبعد شهر تبنس اللايزيل اعمل ايه؟ تعمل لها تتريت بقى بالكوترايزيشن والدايثيرمي وكده، يعني الستيب اللي بعدها. 100 اف 100 55 year old complaints of postmenopausal bleeding. البوستمنوبوزال بليدنج ده اندوميتريوم بقى، فانا هبقى عايزه ان انا اعمل لها يا اما تي في اس عشان اشوف الثيكنس بتاع الاندوميتريوم، يا اما اندوميتريال كوراتج لان هو اندوميتريال بايوبسي. باب سمير ما لهاش علاقه، ده مش سيرفكس، ده اندوميتريوم. كولبوسكوبي بايوبسي برده ما لهاش علاقه، كوترايزيشن ما لهاش. ليه اندوميتريال؟ اندوميتريال كوراتج لان البوستمنوبوزال بليدنج انا شاكه في اندوميتريال كارسينوما، سكريننج بتاعها تي في اس عشان اشوف الثيكنس وكونفيرماتوري باي اندوميتريال بايوبسي. واضح السد ده؟ سيمبل ومهم، ده دايركت ابلكيشن للمعلومات بتاعتكم انكم تبقوا عارفينها. يعني السات ده ما فيهوش اي لعب، ده دايركت ابلكيشن للمعلومات اللي انتوا واخدينها في اليوتراين والسيرفايكال كانسر. فما ينفعش يبقى فيه لخبطه، يعني لازم تبقوا فاهمينه كويس وعارفينه كويس. في سؤال لحد هنا؟ 101 اف ويعني دونت بي انتميديت انكم تسالوا، لان ده مهم قوي يبقى مفهوم كريستال كلير. يعني 102 دي 103 ايه 103 45 year old HIV infection present with intermenstrual bleeding and contact bleeding. فهي HIV positive كويس وعندها intermenstrual bleeding وعندها contact bleeding، دي تحبي تعملي لها ايه؟ انا عايزه اعمل لها الاثنين، انهي اهم؟ يبقى هتعملي لها باب سمير، لان ما عندكيش واحد منهم مجمع الاثنين مع بعض. خلاص لو كان عندك واحد مجمع كنت اخترتيه. طيب ما عندكوش مشكله في 102؟ ما كانش فيها فل يعني، بس دايما كل سنه بيسالوني في 102، فانتوا تمام ما فيهاش مشكله. 102 تمام. اوكي طيب السات الاخراني ولا 104 سي
105 دي، 106 اي، 107 بي. طيب اوكي خلاص الترو فولس، ما هو المره الجايه ما فيش امتحان هنحله، فيعني عايزين احل الترو فولس ده ولا لا؟ طيب 108 فولس، 109 فولس، 110 ترو، 111 فولس، 112 ترو، 113 ترو، 114 ترو، 115 فولس، 115. commonest cause of postmenopausal bleeding is atrophy. most serious هو الهايبرپلاسيا، most common هو الاتروفي. 116 ترو، 117 ترو. breast cancer is the commonest tumor of the female genital organs. yes الفيميل جينيتال تراكت الكومنس هو اندوميتريال كارسينوما، لكن فيميل جينيتال اورجنز بينكلود البريست، فالبريست هو الكومنس تيومر اوف ذا فيميل جينيتال اورجنز. 118 فولس، 118 اوفيريان سيست اسوشييتد مولر بريجنسي اللي هي ثيكال يوتيرين سيست انكريز ذا ريسك اوف ديفلوبمنت اوف كوريو كارسينوما. مالهاش علاقه، هي لازم تبقى موجوده، هو كان السايز، السايز بتاعها، لكن وجودها في حد ذاته ده مش بينكريز الريسك. اوكي هو ما قالكش السايز، هو بيقول لك ايه ovarian cyst associating molar pregnancy يعني وجودها. لا هو كلهم لازم يبقى عندهم ثيكال 2 سيست عشان الاتش سي جي العادي. اكتر من 6 سنتي دارس. 119 ترو، 120 فولس. شكرا شكرا.